انتوا لازم تهربوا قبل ما يسيحوا دمكم. ايه اللي خلاكم بس تجروا شكلهم؟ ومين دول يا عباس؟ رجات الحتة. رجات المعلم صايغ. الله يرحمنا جميعا، بس ما تقلقوش انا معاكم. من العيال دول يا عباس؟ مش عيال ولا مؤاخذه، احنا رجاله. لا يا حبيبي، الكلام ده في البطاقه. ثم قالك ازاي بترد عليا كده وترد على المعلم قدامي؟ خلاص يا باشا، نزل ياض انت وهو البتاع اللي في ايدك ده، ما تخلينيش اقل عقلي واعملها معاكم. انت سيدي العقلين يا صايخ. خلاص العيال غلطت والسماح مطلوب. انا وافقت ان انتوا تقعدوا هنا لما عباس قال لي ان انتوا عيال غلابه وجايين تدوروا على شغل، لكن الحارة دي لها أصول وقوانين أنا اللي حطيتها. الكل هنا ماشي عليها سواء برضاه أو غصب عنه، واللي انتوا عكستوها دي تبقى بنتي، وأنا اللي عاكس بنتي ما ينفعش يعيش تاني. عكسناش حد يا معلم، احنا زي أي رجالة، لقينا واحدة معدية في الشارع بصينا عليها، كناش نعرف إنها بنتك. ثبتني ياض، اسمك ايه؟ اسم زين العطار، بس مش ياض. ماشي يا عم زين، انت بقى عايزنك تبلك عليها ورقه تقول انها بنتي ولا ايه؟ احنا لسه هنرغي من اول وجديد يا معلمي. انا قلت لك اخلص لك عليهم. تخلص عليهم ايه ياض؟ ما كنت خلصت عليهم يا خفيف. هم دول بقى اللي عملوا فيكوا كده؟ الله 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 يا معلم، ازوموا بس الكلام دوت. ما هم متخرشمين اهم. متخرشمين ايه ياض؟ ما العال قدامي ساق سليم اهو زي الفل. وبعدين يا رجاله، ربنا بيسبب الاسباب، وشكل انا كده سبب ان انتوا هتعيشوا النهارده. حرام دمكوا يسيل، بس كل حاجه لمؤاخذه بتمنها، ولا ايه يا عباس؟ اللي تؤمر بيه يا معلم، اللي تؤمر بيه يتنفس، وعلى رقبتهم كمان. خلاص يبقى يجوا يشتغلوا معايا. اشتغلوا معانا؟ اشتغلوا ايه يا معلم؟ ايه الكلام ده؟ خلص الكلام، هتقوم للمخزن يا عباس، اتفاهم هناك الكلام هيبقى احسن. يلا. يا ترى هيعمل فينا ايه في المخزن؟ اتفهمنا يا رايق، مين الراجل ده؟ الراجل ده سيد الصايغ، بلطجي المنطقه، كل الدنيا تعمل حسابه، واولهم الحكومه. اشتغل ايه يعني؟ سيد الصايغ تاجر سلاح، بيشتغل مع واحد من أهم رجال الأعمال في البلد. لو كان ليكوا بخت وشغلتوا معايا يبقى اتفتحت لكم طاقة القدر. وافرض غدر بينا. انتوا أصلا مالكوش دية. لو كان هيغدر بيكوا كان غدر بيكوا ساعتها. خلينا نقعد معاه الأول ونشوف عايز منينا إيه. قوموا بقى بوسوا راس بعض قدامي. خلاص بقى يا معلم سيد، يا شغلانة. ما انا قلت ان انا مسامح وخلاص. طب وانت يا زين؟ مسامح يا معلم سيد. انتوا من بكره هتشتغلوا مع بعض، هتبقوا ولاد كار واحد. مش عايزكم تشتغلوا مع بعض وانتوا عاملين زي نقر ونقير كده. ما هنشتغلوا ايه عادي يا معلم سيد؟ سلاح تسلمه وتستلمه فلوس، حاجات كده طياري، بس يلزمها عيال رجاله وقلبها جامد زي الحديد. الخطر اللي في الشغلانه دي ايه؟ هفارم عليك، انا هجاوبك عشان انت عجبتني. الشغلانة دي يا زين لا خطرين، الأولاني هو نفسك، وده لو قدرت تسيطر عليها تبقى أنت في أمان. السلاح يا رجالة له سحر، مش أي حد بيشتغل فيه بيعرف يسيطر على نفسه. والتاني يا معلم سيد؟ التاني بقى الخيانة. أعوذ بالله يا معلم سيد، ما تقولش كده. ودي والعياذ بالله تمنها حاجة واحدة بس، الموت. قلتوا ايه يا رجاله؟ احنا جاهزين يا معلم، بس اكيد عايزين نعرف حاجات كتير عن الشغلانه دي. حاجات كتير زي ايه يعني؟ الشغل اللي زي ده بيبقى عاوز تامين عالي، عاوز اعرف مين بيأمن وكيف. متاخذنيش، العمر مش بعزقه. لا من النهاده، انا عايزكم تطمنوا على الاخر، انتوا برضو شغالين معايا، انتوا رجالتي، وفي حاجات كتير هتفهموها في الشغلانه، بس اما العجله تدور، وانا من ناحيتي أكون في ظهركم لحد ما عودكم يتسلب ويتشد. كل حاجة عايزين تعرفوها هتعرفوها، بس كله بأوانه. وإحنا في ظهرك يا معلمي. يا حلو
سطح يا حلو كل يا طاح نفسي كملي مشي. ده انت بايع عمرك بقى. عمر الشاجي باجي. عايز مني ايه؟ بيقول الجار اللي عند جارته طلعت حاجات. اول حاجه الابتسامه الحلوه ودي شفناها. تاني حاجه وجب الضيافه وده اخدناه. والثالثه يا خفيف رقم تليفوني ده اللي معرفوش. انا اخر واحد قال لي الكلام ده قطعت صندالي البامبا ابو كعب. بس انا غيرهم 65 418. ايه ده ان شاء الله رقم تليفوني. استناك تكلميني. انت زودتها قوي. 65 418. ريح نفسك ما تتكلمش يا زين. هتتكلم. تراهن على كل اللي معايا. قبلت الرهان بس انا ما فهمش جبت الجرأة دي كلها منين. عجبتني. ايه حبيتها بالسرعة دي؟ لا ما لحقتش. ما مرتاح لكش يا ابن صالح. كنت عارف انك هتتصلي. انا بتصل عشان اقول لك انك لو ما احترمتش نفسك انا هقول لابويا. انت اسمك ايه؟ هو انت ما تعرفش اسمي؟ لا ما حدش قالهولي. انت عاوز مني ايه يا جدع؟ اكدب لو قلتلك عارف انا عاوز منك ايه. بس انت فيكي حاجة شداني وعايز اتكلم معاكي. عاوز تقولي؟ عاوز اقولك على اللي الدنيا عاملة فيي وحاسس انك هتفهميني. وانا هسمعك ليه؟ لو ما كنتش عايزة تسمعيني ما كنتش اتصلتي. انا اسمي زين، زين العطار. قول يا زين اللي انت عاوزه. بس بسرعة قبل ما ابويا يرجع. انا اسمي هناء، هناء الصايد. هناء اسم جميل. هناء بصراحة ربنا انتوا في العملية الأخيرة مخمختوني، طلعتوا رجالة بصحيح. كله بتوجيهاتك يا معلم. لا أنا نظرتي في الرجالة ما تخيبش، أنا من أول ما شفتكم وقلت عليكم عيال جدعان، انتوا من النهاردة بقيتوا رجالة سيد الصايغ. روح يا شيخ منك ليه وأنا راضي عنكم. بدون الرضا يا معلم سيد.